السلام عليكم البنات، اليوم راكم معايا في مطبخهم البنات. اليوم جيتكم بحلوى ساك، جاتو ساك سهلة واقتصادية، نقولوا لها المثلثات حلوة الترك. هي الحلوة هذه لاباز تاعها حلوة بالترك وماشي بزاف. واش نسحقوا في هذا المقدار؟ نسحقوا زوج مغارف كبار تاع سيكري غلاس، زوج مغارف كبار تاع حلوة بالترك، زوج مغارف كبار زيت، 125 غرام زبدة حرارة الغرفة، وكاس فارينة بالكاس تاعي، وانا نعبر لكم عندي 10 مغارف كبار تاع فارينة. نسحق ساشي سكر فانيي ومغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوة. نروحوا مع بعض طريقة التحضير. نحط هذيك الزبدة تاعي، شوفوها 125 غرام قلنا حرارة الغرفة. نحط هادوك زوج مغارف كبار تاع حلوة بالترك، هايديك كلش مع بعض. زوج مغارف كبار تاع الزيت، ندير قرص ملح، ندير هذاك لو ساشي تاع سكر فانيي، نجيب الصفايه نصير لكم سكر غلاس، نحط الصياد صفايه نصير هذوك زوج مغارف كبار تاع سكر غلاس. فوالا صيرهم، تقعد لنا غير لافارين ولا برك. دوك نخدمو هادو، نخدموهم مليح، نردوهم بين بومات. هنا نستعمل يدي نعجنهم مليح، ندخل هذاك سيكرو بلاص والزبدة حلوة بالطرق، ندخلهم في بعضهم مليح نعجنهم. هناني ما درت حتى منكه وكان عوم، باسكو على هاد الحلوة ما فيهاش ولا دجاج، وخلو لها هذيك النكهة تاع حلوة بالطرق، خلو هذيك لو بو تاع حلوة بالطرق باه يظهر. هذا ما كان درت غير سكر فانيي باه الزبدة ما تجينيش قاصحة بزاف. فوالا هنايا نحط هذاك الكاس، قلت لكم 10 مغارف كبار، اللي ما تحصلش على كاس كيما هذا دير 10 مغارف كبار. ندير نص باكي، فوالا نص باكي تاع لا ليفور، هي مغرفة صغيرة تاع قهوة. فوالا نبدا نلم، نلمها بهاديك الفارينة المقياس تاعها جوج جوست. كملت هاديك لافارين كاملة، راني كملتها، الكوشة راني شعلتها غي تسخن على درجة 180، مدة الطهي تاعهم 15 مينوت تقريبا، 20 ما يحماروش، يطيبو شويه ان بو دوري شويه يولو لون ذهبي. فوالا نسلك يديا ونلمها ونبداو طريقه عامل تاعها. نروحو مع طريقه تحضير الحلوه تاعنا. نسحقو ساشي هكذا تاع الخبز مقيقي، كونوا دائما نحتفظوا بهم هادو، دائما ما نرموهمش نحتفظوا بهم. والسنيوه هاي اللي درت فيها ورق الطهي، وشوفوا هاد الورق راني طيبت فيه وطيبت فيه خطره، ونحيت هادوك لي غاتو تاعي، وشوفوا كيفاه وقعد لي بروب، راني عاود قلبته الجهه الاخرى، واني حنزيد نطيب فيه. لازم نكونوا اقتصاديين في الوقت هذا، ماشي كل يوم حنا نبدلو في البابي دو كويسون. هاي العجينه تاعنا ماذا ارتاحت ما والو، نحلو هذاك الساشي تاعنا، هذه نخدموها ماشي بالفارينه، نخدمو بان ساك هكذا، اللي ما عندهاش دير بابي فين وتحط بابي فين تاعها. فوالا هاي لك هاي الحلوه تاعنا. نعاود نرد الساشي هذاك عليها ونحلها باه ما نديرش لافارين، باه ما نيبسش الحلوه تاعي. نحلها نيتاليها هكذا بالحليول، تنحل تخي بيان السمك اللي نحبوه.
1 سنتيمتر 1 مليمتر بلوتو نديرو شويه رقيقه خاطر هيك تخمر لنا في الفور باسكو فيها نص باكي تاع لا ليفور. فوالا نحلوها سمك واحد. من بعد ما حليتها هاي ليك في الساشي تاعها، ما نحيش الساشي، نسحق طابع مثلث، انا راني حنقطعهم مثلث. علاش سميته مثلث حلوه بالطرف؟ وانتم لا عندكم دائره ولا مستطيل، الطابع اللي حبيتو تقطعوا به قطعوا به. انا نديرهم اليوم مثلث، شوفوا نقطعهم فوق الساشي بيجوني لا فورم تاعهم بومبي. فوالا فوالا تبعوني مليح. فوالا هاكو تشوفو كيف راني نقطع ومنحيت الساشي. دوك نحي الساشي ونرفد الحبة تاعي هاي ليك، شوفوها ما درتلها لا لافارين لا والو، نحطها في السنيوة يجيها الشكل تاعها شباب جميل. فوالا هاي ليك هاي ليك، كي ديروا الساشي ما ديروش كامل لافارين، يجيكم الحلوة تجيكم تقعد هكذاك بنينة، تجيكم طرية باسكو ما نزيدوش نيبسوها الكيلة تاعها. دوك نكمل نقطعها كامل ونديرها طيب ونرني لكم للتزيين تاع الحلوة هذه. من بعد ما طابت الحلوة تاعنا شوفوها، نخرجناها من الكوشة خليتها بردت، نوجد لها هنايا شوفوا مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع حلوة بالترك، نكرازيها هكذا ودرت لها مغرفة مربع عندي أنايا تاع البرتقال كي درتوه معايا تاع القنشور البرتقال، واللي عندها تاع المشماش دير تاع المشماش. هنا ندير خلطة صغيرة باغي نلصقهم برك بعضهم بعض. هنا عندي شوية لوز ملحي محمص، ديرلو غير شوية ماشي بزاف، بنجي برك بنة وهنا راني دايره شويه حلوه بالطرق، زوج مغارف كبار حلوه بالطرق راهم لي كيدوبوا فوق حمام مائي. بانوريكم التزيين تاعها، هنا نلصقهم. فوالا راني خدمت هذيك الخلطه تاع معجون حلوه بالطرق، حلوه بالطرق وشويه تاع اللوز، ولا اللي عندكم كاوكا ولا مكسرات اللي جاوا وخلاص، نتوما ديروا غير شويه هكذا راهم لي مهشين طريين بزاف وحمام غير بشويه. فوالا نحكموها الحبه نلصقوها ونحطوهم، نزيد حبه ثانيه معكم نلصقهم كامل. والمبيد راهيك حلوه بالترك تاعنا، قلنا زوج مغارف كبار درتهم راهم لي كيدوبوا، بنخلط بين بادي جونيهم. فوالا دوك كامل نلصقهم هكذا قدامكم ونولي ليكم كي تدوب لي حلوه بالترك تاعي اللي باه نباديجوني بهم. بعد ما نلصقتهم هنا شوفوني دوبت زوج مغارف كبار تاع حلوه بالترك في حمام مريم، نزيد له هذيك المربى اللي درتها لصقت بها تاع التشينا، خد زوج ثاني زوج مغارف كبار قد قد ونخلطهم. هنا تبسي سخون كيما درتو في الحمام مائي. فوالا تنطلق هايلا هنا راهيك غير حلوة الطرق والمعجون اللي عندكم. انا درت تاع التشينا، نتوما اللي عندكم تاع المشماش اللي هو مهم، ديروا هاد الخليط ضربوه هكذا حلوة الطرق تكون دايبه حمام مائي. درت زوج مغارف زوج مغارف. فوالا يكون عندي ان بانسو نحكم هذيك الحلوه تاعي. وستنى هنايا نوريلكم، هنا عندي مكسرات رحيتهم محمصين، هنا كان عندي شويه كاوكاو شويه لوز شويه تاع الجوز، اللي ما عندوش ما فيهاش حرج يدير كاوكاو وحده، واللي ما عندوش كاوكاو يدير
كوفريت كوفريت شوكولا هكذا كيهرسو ب يهرسو بيديه بهكذاك يديرو كونكاسي ويمرغد فيه هذيك الحلوه تاعو ما فيهاش حرج. حنا شوفوا هنايا كفاهمين ندير بهذاك الخليط تاع المعجون وحلوه بالترك ونحطو نمرغدو هكذا في الكاوكاو هذاك في اللوز اللي عندكم مكسرات اللي هما عاملك. شوفوا الحبه هانا نفضها نحطها نزيد ندير ثانيه قدامكم هايلك شوفوها لا بادي هاد الخليط تاع حلوت بالترك والمعجون تقدروا ديروه فوالا ندير له الجوان تاعو لي كوتي ومن بعد نحطو في هذاك التبسي تاع المكسرات فوالا ونخليه نرغدو مليح نرفدو نزيد ندير له هكذا بين الجوان تاعو يتحكموا ويجونا خدمه شابه هكذا ننفضو لي سيركلو يحبط ونحطها ودوك نكمل كامل التزيين تاعي ونوريه لكم في طبق التقديم. من بعد ما نزينت الحلوه تاعنا المثلثات حلوه بالترك انا حبيت نزيد لهم دي زيكزاك شوكولا بلا دو بلا بوش دوبت الشيكولا تاع الترك تاع الموسو من تابلت شوكولا ولي تابا ماري ودرت لها بلا بوش هادو زينتهم ليكم الاختيار تحبوا تخلوهم هكذا خلوهم تحبوا تزينوهم زيدوا لهم شوكولا لي يحب هادي كل واحد والذوق تاعو. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه جربوها اقتصاديه وتقطع لكم غير ب 125 غرام ماكو شتو كاس فارينه بدات لي متلصقين زوج بزوج جاوني 12 بياس تحبوا تضعفوا الكميه ضعفوها. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.